الفيفا تعلن نتائج قرعة كأس العالم للأندية. رئيس الاتحاد الدولي يرحب بالعربية، واللاعب الفرنسي كريم بنزيما يظهر بالجلابية السعودية ويعقب على النتائج. ستار أزاله الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نتائج قرعة كأس العالم للأندية لعام 2023 خلال حفل أقامته المملكة العربية السعودية في مدينة جدة. جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد افتتح الحفل باللغة العربية قائلاً: السلام عليكم وأهلاً بكم في جدة، ثم أكد أنه قد آن الأوان للسعودية كي تستضيف المسابقات الرياضية الكبرى، وشكر قيادتها على دعمها المتواصل. النتائج أسفرت عن مواجهة عربية مرتقبة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري في حال فاز الاتحاد على أوكلاند سيتي لنيوزلاندي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية. زوايا التفاعل مع نتائج القرعة تعددت، إذ أشاد البعض بتقدم المملكة على الصعيد الذي يؤهلها لاستضافة مثل هذه الفعاليات، بينما ذهب آخرون لتداول مقاطع فيديو تعود لرئيس الاتحاد الدولي الذي تحدث بالعربية. أما المقطع الأكثر تداولاً فكان للاعب الفرنسي كريم بنزيما الذي ظهر باللباس السعودي أثناء حضوره الحفل إلى جانب حسام غالي ممثل نادي الأهلي. وفي تصريح له لقناة السيسي أشار إلى أن جميع الفرق تمتلك حظوظاً وأن وصول نادي الاتحاد إلى النهائي ممكناً، إلا أن اللاعب الفرنسي لم يقدم أي وعد، بل قال: أنا لا أعد الجماهير بأي شيء، لكننا سنحاول تقديم الأفضل، أمتلك الخبرة وسنبذل قصارى جهدنا، خصوصاً أن الفعالية تقام على ملاعب السعودية وأمام جماهيرها، وفقاً لتصريحه. وختاماً علق اللاعب الفرنسي على سبب ارتدائه الجلابية البيضاء قائلاً: الثوب السعودي أنيق. Actually, yeah, so they couldn't make it because of the change. Okay. So it's possible. I'm not sure, so I might. Then I'll come and sit next to you.